تسلمين الله وياك اختي. الحمد لله والشكر. يلا بسم الله. اختي انت تخبلتي؟ شلون تذبين نفسك هيك يا معوده قدام السياره؟ اردت ادعمك. اخوي عافيه سوق بسرعه، دا يلحقوني راح يلزموني بسرعه. تاكسي اوقف اوقف. اختي انت من منو دا تنهزمين؟ الحق هذا الحق هذا بسرعه. دا انهزم من اخواني راح يقتلوني. شلون حقراء دولة ولكم الواحد شلون يقتل اخته هيشي؟ والله دولة مجرمين لا عندهم لا ذمه ولا ضمير. هي هاي العادات اخويا. والله انا على ابو هيشي عادات، زين هذول ليش يقتلوك؟ انا حامل. انت مام الزوجه؟ او زين ابو طفلك عنده خبر انه انت حامل؟ لا ما يعرف. لو يعرف كان يتزوجني، بس صارت مشاكل وانفصلنا وانا ما قدرت اقول له شيء. ما ادري ليش ما قدرت احكي. اختي انت غلطانه هيشي، شلون ما تقولين شيء لابو الطفل؟ الله يا الله. الله يا الله، ايش راح يصير هسه؟ تدري وين اروح لك اخويا؟ سوق بسرعه، جايين ورانا، والله لو يلزموني راح يموتوني. لا لا تخافين، انا راح اسوق سريع، انا ما انطج بهذول المجرمين. راح اروح قبل المركز الشرطه، لا تخافين تمام؟ اهدي. صباح الخير. صباح النور. البحر. شنو قصدك استاذ؟ حكيك ما بي قوطيه. كافيه. قوطيه. ما قدامك، انتبه. فدوى اروح لك اخويا، فدوى اروح لك، لا تقتلني. لك اخويا اوقف، لا تضرب، اوقف، لا تقتلوها. لك شلون نسوي هيك روحك ودمك؟ الله راح يمطر علينا حجاره. لا تدخل بهاي الامور. يلا ولي منا. انت شربنا هنا مو سلاح، ماكو غير حل، انت لازم تموتين. لا تخربط اخويا. الله يا الله، لك شلون تسحب سلاح على اختك؟ والله انتم ضايعين عقلكم، صدقوني بلا ضمير بلا رحمه. لا تسوي هذا. الله يخليك، لا ترمي. انا وصاحب الطفل راح نتزوج. لك باوع راح تتزوج؟ ايش من ابو الطفل؟ هذا السايق. شنو؟ هاي انت اللي معتدي على اخوتنا؟ اثنينكم راح تموتون. اعترف بابنك، والله راح يقتلون اثنيناتنا. عافيه لا تنكر. شنو السالفه؟ اي الطفل ابني، انا اعترف كل شيء صار بسببي، صوتي اني. انت لازم تتزوج اختي على مود تنظف شرفها، ماكو غير حل. اتزوجها؟ اتزوجها طبعا. شنو تريد اختنا؟ تبقين في هذا الطفل؟ اي اتزوج، بس اكو مشكله. شنو هي؟ هاي انا متزوج، يعني عندي بنيه تبوس ايديكم. اي خالف، تاخذ اختنا هم تتزوجون يا الشيخ. شنو خو ما تعرفوا اي شيء الطفل؟ ترى قتلكم اثنينكم. تمام، بس نزلوا هالسلاح. انا هسه اروح على البيت واحكي ويا امي، وبالليل اجيب امي واجي اطلب من عندكم البنيه، تمام؟ يلا. تعال عيني وين رايح؟ شفتنا اغبياء؟ احنا جايين وياك وراح نقعد نتفاهم ويا امك، يلا صعدوا. اختي والله انت دمرتيني. ما كان عندي غير حل، رادوا يقتلون اثنيناتنا. باعي، انا ساعدتك وانت هم ساعديني، تمام؟ فوتي. يلا صعدوا. ترن ترن.